سي نافعي عبد الرفيق المدرب الجديد لفريق مولودية مراكش. سي نافعي هذه ثاني حصة من بعد الحصة ديال الأمس. سي نافعي نتحدثوا كيفاش جات الفكرة باش أنه سي رفيع سي نافعي باش أنه يوقع العقد ديالو مع فريق مولودية مراكش باش يشرف على التدريب ديالو في هذا بعد ثلاثة ديال الدورات كانوا كي تنقولوا دورات كارثية بحكم أنه عزيمتين وتعادل هنايا وتدخل لفريق مولودية مراكش في مؤخرة الترتيب ونشوفوا الطموح والأهداف ديال سي النافعي مع الفريق ديال مولودية مراكش. هو بسم الله الرحمن الرحيم كإطار شاب ملي تجيك فرصة باش تكون في فريق مولودية مراكش ما يمكنش إلا تقبل. الحمد لله النتائج اللي كانوا بحكم الأستاذ اللي كان قبل مني السي حسن عويدات اللي هو أستاذ تانا ومشينا تشاورنا معه قبل ما نجيو لفريق مولودية مراكش اللي شجعنا على الفكرة بيان سور وقال لنا بانه هو ما استطعش يكمل الا الظروف الصحيه. حنا كاملين تنعرفوا القدرات تاع السي حسن عويدات والحمد لله هو كان نصحنا باش نكونوا هنا وحنا هنا ان شاء الله ما يكون الا خير من هنا لقدام. يا اون بون امبيونس كي سانستال وسان دي جروب وان شاء الله يكون خير ان شاء الله لقدام. سي نافعي تنعرفوا انه ضروري تكون واحد جلسه مع المكتب المسير كيفاش كانت مع السيد رئيس ستار اناسي الجلسه في الحقيقه كانت مع لا كوميسيون تكنيك اللي فيها كانوا شي سته الاعضاء ريحنا تدارسنا الوضع الحالي تاع الفريق والاجراء تاع اللعابه تاع لاني ديرنيير اللي كتعرفوا كانوا دراري في المستوى اللي تلتحقوا بفرق اخرى. حنا ان شاء الله هذا الجروب اللي كان عندنا فيه الثقه On est tous jeunes, t'as un jeune, on va travailler. وكي قالوا كله صعبين على الشبابيه وان شاء الله ما يكون خير ان شاء الله. هذا الشيء تتمنى يكون خير. سي رفيق كيفاش لقيتي الجروب؟ كيفاش لقيتي النفسيه ديال اللاعبين؟ تنعرفوك انت شاب الاصدقاء تقريبا كل هادو اصدقاء ديالك ولاد مراكش كيفاش تفاعلتي معهم في هاد اليومين هادي؟ والحمد لله هي اون امبيونس فاميليال هذا هو اللي كنا تنقلبوا عليه حنا من الاول. هي اون بون امبيونس كي سانستال On rigole un petit peu, mais l'heure du travail, c'est le travail. Mais alhamdoulilah, on est tous jeunes. On a créé le terrain où je suis à Flamor, j'ai 30 ans. Donc, le courant, ça passe très, très bien. On a chillé les talibans. On a le résultat, Inch'Allah, samedi contre Rajat Agadir. فاحنا تنعرفوا انه كان في مدرسه الكوكب مراكشي درب الفئات الصغرى ديال فريق الكوكب مراكشي التحق على ما اظن باكاديميه محمد السادس فتعطينا ولو نبدا المسار ديال عبد الرفيق. عبد الرفيق نافعي بدا في 2011 في فرنسا جي عندي لي زينيسياتور بثلاثه 1 2 3 من لي كاتيجوري ناف حتى لي سينيور في فرنسا. فاش جيت هنا للمغرب عاوتاني لا ليسونس دي سي وان شاء الله لا ليسونس بي تكون لاني بروشين ان شاء الله لما قالوا لنا الناس المسؤولين. ورافق ستان جون اونترينور هذه لا سيزيام سيزون ديالي ان شاء الله في التدريب ونتمنى منكم كصحافه ومن الناس تاع مراكش المسؤولين يدعموا الطاقات الشابه انه المغرب في حاجه للشباب ونتمنى من الله تكونوا ورانا كي كنتوا اليوم اول منبر اعلامي جا زارنا. نتمنى تكون عنايه عندكم لا بالمدربين الشباب لا باللاعبين الشباب. وعلى هذا الاطر تنشكر مراكش الرياضيه على السي صابر للمصور ديالنا وشكرا بزاف على الزياره. وسيدي نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تحققوا نتيجه ايجابيه في يوم السبت المقبل في الدوره الرابعه في مراكش ملعب الحارتي. ان شاء الله شكرا بزاف. مهدي نصيف لاعب مولوديه مراكش. مهدي نصيف هو لاعب كره قدم مراكشي غني التعليق. اليوم تنحضروا معكم في حصة التدريبيه الثانيه مع المدرب الجديد ديالكم النافع عبد الرفيق. تنعرفوا انه تغييرات كثيره عرفتها الاداره التقنيه عندكم تغيير المدرب سي حسن عويدات لاسباب صحيه اللي تعرفها الجميع. وتنعرفوا انه اليوم مدرب شاب ولكن كي تنقولوا حنا النتائج ما سعفاتش الفريق ديال مولودية مراكش في هذا بدايه الموسم. المهم تحدثوا سي نصيف بحكم انه انت وسط مجموعه اللاعبين كيفاش النتائج اللي غير مرضيه بالنسبه لفريق مولودية مراكش في بدايه الموسم؟ يعني كما تعرف الجميع والجمهور المراكشي خاصه فان فريق مولودية مراكش غني التعريف عنده تاريخ في هذه المدينه وهذه المكانه اللي فيها اصلا هو وهذا القسم فاش تيلعب ما جاش يستحقها حيت البلاصه ديالو ماشي هنا. بالنسبه للبدايه المتعطشه
الشراء اللي بجينا فتنتمنوا انه هذه السيمانه نجي لاعبين مع البروميانا مع الفريق اللي مكلاسي هو الاول ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي تكون هي الانطلاقه. دابا لومبيونس الحمد لله راه مزيانه في وسط الجروب. السي حسن كنا تنتمنوا انه يبقى معنا. المهم جا مدرب جديد اللي غادي نديروا معاه انطلاقه جديده بعقليه جديده. باقي شاب باغي يخدم حتى هو عارف اش تيدير وتنتمنوا الخير ان شاء الله حيت فريق المولوجيات مراكش ان شاء الله الرحمن الرحيم ما خصوش يبقى هكا.